يا باشا ما تتعاملش معايا على اساس ان انا واحد غبي. ما تقلقش يا باشا، هخطف الطياره وهجيبها لك في شوال. يا باشا اطمن يا باشا، الطياره طايره والسما صافيه والركاب زي الفل، وانا عايز ادخل الحمام. انا تمام، انا تمام يا سعاده الباشا. يا باشا ما حدش عارف ان انا هخطف الطياره، اقسم بالله ما حد عارف ان انا هخطف الطياره. بذمتك انت عارفه ان انا هخطف الطياره؟ لا طبعا. اهو يا باشا الموضوع بسيط جدا يا باشا. اي ما تقلقش، انا بغير شخصيتي، لابس من فوق مسترده ومن تحت مايونيز، ما تقلقش. يلا سلام سلام سلام. لا 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 لا، سلام سلام سلام. يا رب ما حد يكشفني يا رب. ايه ده؟ هكشف من اولها ولا ايه؟ انت انا ايه؟ والله العظيم انت والمصحف مالك ده سوء تفاهم. لا والله انت. ايه انا ايه؟ انت الفنان هاني شاكر. انا بحبك قوي يا فنان، بحبك قوي والله العظيم. هاني شاكر؟ اه ده انا هاني شاكر صح؟ انا هاني شاكر. تحب انا 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 بجد نازله مصر مخصوص عشان احضر الحفله بتاعتك، ممكن تغني لي اغنيه؟ غني لك. اسمعي. مساء الفل يا حبايب قلبي، الله اكبر على الجمهور العظيم اللي منورنا في الاستوديو، واحب اهدي الاغنيه دي لجمهوري العزيز. بابا 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 قباح داتا فيها وواياح، بابا حب انا صح وسط النار وانا بنهار وانا بنهار. فظيع 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 بجد، انت فظيع بجد. ميرسي جدا. شفت ان انا هاني شاكر؟ ايوه ميرسي جدا. اسف على ازعاج حضرتك. نهار اسود، كنت هتكشف كنت هتكشف. انت يا بنت يا مضيفه، يا بنت هات السنوكس بتاعي، جعان جعان يا عالم. حالا يا فندم، يكون كل حاجه كلها تعال ان شاء الله. بسرعه جعان ان شاء الله. وانت عم خف تف جيش لب في قفايا، حرام عليك. يا نهار اسود، ده سعيدي سعيدي وهيوديني في داهيه. ايه ده؟ ايه ده؟ بص لي ده يا ابوي. ايوه ايوه، ده شكله يا تايكوندي يا صيني. ايوه ده صيني، انا بحبهم قوي. شنقا هلا يا تايكوندي. حضرتك سعيدي صح؟ ايه ده وعرفت ازاي؟ عشان من شويه قلت المضيفه بنت هات السناكس بتاعي، السناكس دي صعيدي. ايوه انت صعيدي؟ انا صعيدي. ايه ده صعيدي منين؟ انا صعيدي من زمان. من زمان ولا من زمان؟ اطلع برا الطياره، خلاص يا عم. يا عم بنهزر معاك، انت اصلا كده شكلك يعني صعيدي. يا عم صعيدي منين انت؟ مش فاهم برضه. انا صعيدي من دمنهور. صعيدي من دمنهور؟ دمنهور دي في جنيا ولا فين دي؟ يا عم صعيدي انت شكلك بلجيكي اصلا يا عم. سعيدي اثبت لك. يا اخوي نهار الصوت هتكشف، لازم 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 العمليه تكمل، لازم ايه يا بوي؟ ايه يا اخوي؟ ايه يا بوي؟ ايه يا اخوي؟ عليا الطلاق بالثلاثه، انت راجل مجدع يا بوي، من النهارده ما فيش سناكس، انا السناكس، انا السناكس يا بوي. ايوه ده انت طلعت سعيدي، السناكس ده سعيدي، انت متجوز يا ابو عمو؟ انا متجوز وليا دازمه، بنت دازمه، امبارح قاعد معاها بقول لها قولي لي كلمه تفرحني، تقول لي انت احسن واحد بيبوس في اصحابك. ايه والله؟ تقول لي انت احسن، اثبت، تقول لي انت احسن واحد بيبوس في اصحابك، مع انه والله والله صاحبي خالد بيبوسها احسن مني بكتير. طب والله العظيم دي ست كل زوج وبتفهم، انا سعيد جدا انا اتعرفت عليك ونفسي اكون واحد من صحابك. حبيبي يا بلدي. يا ريت تبقى تعرفني على المدام لو ينفع يعني. ان شاء الله ان شاء الله. لا انا لازم انفس، لازم انفس دلوقتي قبل ما اتكشف. يا جماعه انا هخطف الطياره، انا لابس حزام جلد ناسف، ولا حركه، كله انزل. شكرا شكرا. قولوا الكابتن الطياره يطلع على نروح فين؟ نروح فين؟ نروح فرنسا. قولوا لا بلاش فرنسا، فرنسا كلها روايح وقطور وانا صدري بيتعب وعندي حساسيه. نروح فين تاني؟ نروح فين تاني؟ نروح ايطاليا. لا لا يا عم ايطاليا لا، انا ما بحبش البيتزا. وانا ما بحبش المكرونه، ما بحبش المعجنات، انا ما بحبش المعجنات. خلاص انا عرفت هنروح فين. قولوا الكابتن الطياره يطلع على هولندا، نعمل دماغ ونستبح ونتكيف، وبعد كده نفكر هنروح نعمل ايه. يحيى يحيى العز يحيى العز. السادة الركاب، يرجى العلم ان الطائره قد غيرت مسارها الى الخطوط الجويه الهولنديه.